السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأحيان المرأة أو البنت ترى رؤى، أو الرجل أيضا، وهو جماع مع المحارم أو ما يسمى بزنا المحارم، يعني الولد يرى في المنام أنه يجامع أمه أو أخته، وكذلك البنت ترى أن أبوها أو أخوها يجامعها، فيقوم من النوم مفزع ويعتقد أن هذا هذه الرؤية سيئة. لا، هذه الرؤية ليست سيئة، الجماع بشكل عام هو خير وبشارة، لكن جماع المحارم يدل على أن هذا الشخص الذي جامعك سوف يقدم عمل خير لك، أو يخدمك في خير، أو يقدم لك نصيحة خير. هذا هو، والله أعلم.